من استديوهات فيوتشر تي في ببيروت، برجع بجدد التحية لمشاهدينا ونتابع هذه الحلقة من انترفيوز. ضيفتي آخر مرة طلعت على الهواء بنوفمبر 2011، يعني من 4 سنين ضيعناها، اختفيت، هلأ رجعنا لقيناها هون. بدي أقول لها أهلا وسهلا فيوليت خير الله صفدي، مساء الخير. مساء الخير بولا، 4 سنين صار لك غيبة عن الشاشة، هي أول طلة لإلك، أهلا وسهلا فيكي ومبروك الزواج. شكرا. خير الله أو صفدي، شو لازم نقول؟ هي خير الله صفدي هلأ، مخلي الاسمين، مخلي الاسمين فيوليت خير الله صفدي. صحيح. اشتقتي للكاميرا؟ لما قعدت معك حسيت اشتقت عن جد. اشتقت زمان، صار قاطع 4 سنين مش هينين. اخر مره طلعتي على الام تي في، حلو جو التي في كثير حلو. ايه صحيح، هاتك ناوي ترجعي؟ لا هلا وين بدي ارجع، هلا خلص. زواج سمعنا تم من فتره قصيره، يمكن اشهر، مزبوط اقل من شهر تقريبا، شهر يعني بعد شهر و... شهر العسل، فينا نقول شهر العسل، تركت العسل وجيت لعندك. تحياتنا إليك ولبسي محمد الصفدي، ومرة جديدة من إلكم ألف مبروك. شكرا. رح نحكي أكثر عن العائلة وعن الزواج، بس بدي أقول لك ب4 سنوات وين كنتي؟ ليه وقفتي؟ وين اختفيتي؟ تركت الام تي في ونقلت على وزارة المالية لما استلم الوزير محمد صفدي المالية، بقيت معه هناك واستلمت صفدي جروب بالوقت اللي هو كان مشغول بالسياسة، كنت أنا عم بشتغل معه وعم بهتم بالشركة اللي هو عامل انفستمنتس فيها، وبقيت معه وهلأ تزوجنا. فينا نقول سيدة أعمال يعني اليوم، تركت الإعلام، إذا بدي كنت انتقلت مزبوط إلى الأعمال، انتقلت مزبوط للأعمال بشكل كتير. ليكي أنا عاملة وين إدارة، وين بيعملوا مصاري أكثر بعرف، بس وين بيعملوا مصاري أكثر أكيد بالأعمال، بس أنا أصلاً عاملة إدارة أعمال، ماني عاملة إعلام. وكتير بحب كتير بحب البزنس، يعني من لما كنت بالإعلام كنت دايماً عندي شغل تاني. لقيت حالي شوي أكثر هنيك، اشتقت للأخبار، اشتقت لنشرة الأخبار، بس ما بعدت كتير عن السياسة إذا بديك، ما بعدت كتير عن الجو، يعني أنت تكوني عم تشتغلي مع رجل سياسي بطبيعة الحال دايما بالعكس بيصير عندك علاقة أكتر مع الإعلاميين من كل المحطات. لا وبتصيري بالكواليس السياسية كمان، يعني اللي هي ربما بعض الإعلاميين ما بيعرفوا تفاصيل معينة بتكون موجودة. بارح بالذات كنا بعشاء وسمعتهم عم يحكوا، قلت لهم يا ريت بعدني على التلفزيون سامعة هالأحاديث اللي عم بتصير، قديش كنت أخذت طيب خبريني معلومات، قديش كنت أخذت معلومات العالم عبالها تعرفها، يعني الانسايد ستوريز ما بيطلعوا كتير على الهواء. هلأ بدي أخذ لك انسايد، بدي زيدك على اللايحة عندي انسايدر. فيوليت مبسوطة فيك كتير أنا اليوم، يعني أنا مبسوطة فيك بولا، ميرسي كتير وبتعرفي معزتك. ثانك يو. أكيد أهلا وسهلا فيك. أنا بتذكر بالـ بي سي يمكن من 15 سنة آخر مرة بلشنا سوا. مزبوط. أنت كنت مبلشة أنت قبلي بكتير، بس وقت أنا بلشت بالـ بي سي كنت أنت بالـ بي سي، كنت أنا بالـ بي سي. We were looking up to you، كنت بنهاركم سعيد، أنا كنت بلشت سبيكرين. صح، لأن أنا أكبر منك، أنت 34 سنة هلا فيوليت، فينا نقول ما هيك؟ فينا نقول عمرك، معنا مشكلة العمر. مزبوط. انت اكبر مني بشوي، مش انا 39، ما في مشكله، ما عندنا عقده ابدا. بس بتذكر هيدا الايام لما كنا سوا بالال بي سي، كانت ما في شك ايام حلوه، واليوم حلوة. عم شوفك سيده اعمال وسيده متزوجه وقريبه من الحياه السياسيه. قبل ما انتقل لاسالك عن الاعمال، عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها بطرابلس، ساكنين بطرابلس حاليا؟ مش ساكنين بطرابلس، بس بنطلع كثير، انا بطلع كثير على طرابلس. ساكنين قريب من طرابلس، ساكنين بالبترون بالبربار بشمال. بشمال. حاسه حالك صرتي طرابلسيه او بعد بكير؟ بتعرفي انا صار لي سنه تقريبا بطرابلس بين العالم. اول شيء كثير مبسوطه اني طرابلسيه، وكثير حابه انه الناس يحسوا قديش انا مبسوطه فيهم. طرابلس يعني لما بتحكي عن طرابلس كلهم قالوا لي انه طرابلس مجتمع مختلف، طرابلس مجتمع لبناني، والعالم كتير طيبين، العالم كتير كرمة، يعني بالرغم من كل فقرة لما بتروحي لعندهم بتزوريهم بتشوفيهم كيف بينعجقوا وبيحبوا، ولما بحبوك يعني بحبوك من قلبهم، وإذا ما بحبوك يعني عن جد ما بحبوك. حاسة عم بحبوك فيوليت؟ ليك كان في حفلة صباح من كم يوم ذكرتيها الأسبوع الماضي بحلقتك،
عن جد لما بتذكر العالم كيف يرجعوا من المسرح بس تيقولوا لي اهلا وسهلا فيك بطرابلس، اهلا وسهلا فيك بطرابلس، انت صرتي منا. يعني ما حدا مضطر يكذب، منهم مجبورين يعني يقربوا ويحكوا، يعني كانوا كتير لطيفين. تحية كبيرة لأهل طرابلس. طرابلس مدينة نص مليون نسمة، مدينة صحيح. كبيرة، أكبر يعني ثاني أكبر مدينة، 600 ألف عاصمة كشمير. ما فينا نقول نحكي نعمل مقابلة هيك أنا وياكي وما نقول إنه كانت يمكن للطرابلسيين وللبنانيين شغلة غريبة أن يتزوج الوزير الصفدي مرة جديدة مع فرق العمر، خلينا نقولها بصراحة، كانت شغلة يمكن حاسة منها تقليدية ما بتسمعي فيها كل يوم. صحيح مزبوط، يعني عم نحكي على قصة حب منها عادية، منها تقليدية، والناس ما بتتقبلها بسهولة. ما بتتقبلها بسهولة مزبوط، لأن ما بيسمعوا فيها، ما بتصير كل يوم، يعني ما بتلاقي يمكن شخصين في طلعات ونزلات، في قصص بتنتهي بزواج، في قصص بتنتهي بانه شخصين يتركوا بعضهم من بعد قصه حب معينه. بس اليوم كمان بولا خليني، هذا موضوع كتير شخصي، بيعني الشخصين هن، يعني اذا انا بدي اكون معه حياتهم الشخصيه، واذا هو بده يكون معي، يعني نحن بدنا نتقبل بعضنا قبل ما حيالله حدا يتقبل او ما يتقبل. هيدي تكون كتير اذا بدك صريحه. هلا اكيد مهم انه العالم اليوم عم بتشوف شيء، كل شيء غريب بدها تعلق عليه، بس مع الوقت بالنتيجه اليوم زلمه يتزوج اختار يكون مع شخص، انا اخترت اكون معه، بتخلص القصه هون. يعني ما بدها تأخذ وعطى وتأويل أكثر، يعني عطى الموضوع أكثر من حجم. الله يهنيكم وإن شاء الله حياة سعيدة. شكرا. بعد بدي أسأل سؤال حشري. أي. واحد في بيبي في ولد كثير عم بسمع إنه هي حامل وكانت حامل. صحيح. لا ما في ولد، يعني إن شاء الله يا رب. بتعرفي ربنا العاطي، بس أكيد. لا اليوم ما في ولا. والله يخلي لك ولادك وان شاء الله. شكرا. كمان عندي شابين بجننوا وهو بجنن، عنده بنت كمان بتاخذ العقل، والحمد لله عندنا عائله كثير حلوه ماشي حالنا. هيدا على الصعيد العائلي. فلننتقل. نعم. الى الشق الطرابلسي من العمل. فيوليت اليوم شفناك بطله تكريم لصبوحه، شفناك قبل هيدي الصوره، ما بعرف هيدي الصوره شو كانت؟ عيد المركز العاشر. هيدي الصوره بالذات هي تكريم الطلاب بالمدارس الرسميه، كان عنده نتائج بتاخذ العقل هي اول اطلاله سوا، يمكن هيدي اول اطلاله سوا، كان بعدنا مزوجين جديد وعرفت بالنتائج وحبينا نكرم الطلاب ونعطيهم هديه صغيره من مركز الصفدي، كانوا كثير مبسوطين ونحن كثير فخورين فيهم. يعني عن جد بتشوفي نتائجهم بتشوف ظروف الحياة اللي عايشينها، بيكبر قلبك كتير. طيب بدي أسألك، لكن هيدا شفناه التكريم أيضا صبوحة، بس حضرتك استلمتي فينا نعتبر يعني المركز الثقافي بطرابلس عم بتقومي بهذه الأعمال؟ يعني لا، النائب محمد صفدي هو رئيس المؤسستين والمركز. إذا بدك أنا نايب رئيس، عم ساعده كتير، ومش عم ساعده لوحدي، في بنته لارا كمان كتير انفولف، في أحمد، إذا بدك نحن العائلة القراب، ابن خيو، عم نكون حده وعم نحيطه تا نرجع نعيش هيدا المركز اللي هو إذا بدك طرابلس اليوم بأمس الحاجة لإله بهالجو اللي البشع بالقتل اللي عم بصير بالإرهاب. كل يوم بيقولوا لنا لاقوا هون ولاقوا هونيك، العالم إذا بدك قرفت، بدها حفلة تروح تنبسط فيها، بدها ترجع تحكي شوي بالثقافة، بدها تحكي شوي بالإنماء، بدها تحكي شوي بالفن. بقى عم نجرب قد ما فينا إذا بدك نغير الجو الموجود حاليا. خليني أقول لك، طرابلس معروفة إنه مدينة فيها كم من الأغنياء جدا، الأثرياء، دائما اسم الصفدي ببين بين هالأسامي، والمدينة هي كمان معروفة الأكثر فقرا على البحر المتوسط، وصلنا لل 65% 65% نعم. فقر بطرابلس. طيب هيدا يعني البعض بلوم أغنياء طرابلس على أوضاع طرابلس إنه ما فيكم تعملوا استثمارات، تشغلوا عدد أكبر من الناس، تساعدوا عدد أكبر من الناس، في مشاريع ما اليوم للقيام بالمدينة رغم إنه حجمها كبير ومثل ما قلنا كثافة سكانية عالية. هلا إذا بدنا نحكي بنواب طرابلس بالوزراء بالحكومة السابقة شو عملوا لطرابلس، رح نفوت بالموضوع السياسي. أنا رح جاوبك بالموضوع الاجتماعي ورح أترك السياسة لا معالي يحكي فيها
هو يمكن بيحكي مع انه عايشنا هالمواضيع سوا. بتعرفي هذا السؤال كنت دائما اساله لحالي لما انا كنت من برا قبل ما افوت لجوا وقبل ما اشوف المؤسسات شو عم تعمل. اليوم طرابلس اذا بعدها اذا في يقول العالم واقفين على اجريهم لانه في مبادرات فرديه، لانه عندك مجتمع مدني ناشط كثير. يعني اليوم صحيح يمكن محمد الصفدي يعتبر انه من اغنياء طرابلس، ولكن محمد الصفدي بالمقابل عم يشتغل كثير. محمد الصفدي اليوم في عنده مؤسستين ناشطين جدا عم بيشتغلوا على انماء الفرد، عم بيشتغلوا على انماء المجتمع، والهم هو كثير يعني في فكرة أساسية. بس هذا ما بيخلق فرص عمل. خليني بس أقول لك بولا شو اللي بيخلق فرص عمل. اليوم يجي حدا لعندك تساعدي شيء، وهذا بينعمل يمكن إذا بدك بمكتب سياسي. واليوم أنك تبني الفرد شو يعني؟ يعني اليوم في مراكز محو الأمية المعلوماتية والإنجليزية. طيب اليوم تيلاقي هالشخص فرصة عمل تيروح بدي يكون مؤهل، ما بدي يكون مؤهل. طيب في مراكز صار في حوالي 60,000 متخرج من هالمراكز، هول قد ايه عم بيشتغلوا؟ يعني في متأهلين عندهم شهادات وما في وظائف. ليكي طرابلس بحاجه ل 3000 فرصة عمل، في حوالي 400 فرصة عمل عم تتوفر حاليا. من هيك شفنا يعني بالفترة الأخيرة بالهجرة اللي صارت عندك حوالي 3000 شاب إذا مش أكثر عم يطلعوا بمراكب بيساعوا 10 أشخاص، عم يطلعوا 50 شخص يخزقوا باسبوراتهم. هلا اليوم أكيد محمد الصفدي بموقعه كوزير اشتغل كتير، بموقعه كنايب اشتغل كتير، بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة عنده. يمكن في المركز الزراعي كمان إذا بتشوفي بعكار قديش عم بصير شغل مع المزارعين لتحسين الأوضاع المعيشية، قديش عم بصير كمان شغل بطرابلس القديمة بظهر المغر، عم تحكي بالحديد، عم تحكي بالسويقة، هو لأفقر مناطق بطرابلس عم نشتغل معهم ليل ونهار. هلأ بتقولي لي أمنوا فرص عمل للكل، كمان هذا الشيء ما بيقوم على شخص، هذا الشيء ما بيقوم على مبادرة وحدة، على مؤسسة وحدة. اليوم عندك دولة لبنانية باتفاق الطائف حكيوا عن انماء متوازن، ما صار الانماء المتوازن. اليوم عم تحكي عن حكومات اجيت يمكن فاتوا حكيوا بخطة انمائية، ما حكيوا خطة امنية، دايما مغلبت بين الامنية والانمائية. في افقار متوازن بلبنان يعني وين ما كان. ليك طرابلس في طرابلس فقر وين ما كان، بس الفقر بطرابلس عن جد صار بخوف. يعني في عم نحكي 65% منه رقم كتير صغير. لا ما في شك، وقلنا المدينة الأفقر على المتوسط. طيب خبرينا فيوليت اليوم شو هي المشاريع اللي قادمين عليها كمركز ثقافي، وهيك أهل طرابلس عم يسمعوك بدل ما نرجع لورا نخبرهم عن اللي انعمل، خلينا نشوف شو جاي مستقبلا، شو رح تعملوا؟ لا بداية اللي عم نعمله نحن عم نكفي اللي صار بولا، لأنه نعمل كتير بالسابق. اليوم عم تحكي عن مركز عكار، في مشاريع زراعية اليوم عم بتأهل المزارع، عم بتخليه بأرضه، عم بتحسن الانتاج، وعم نفتح أسواق لتصدير منتجات هالمزارعين، تم اليوم يقولوا أنه محصولهم عم بيضل يمكن عم بيكسد. Exactly. بقى هيدا ما فينا، يعني اليوم بنينا كتير. أنا جاية بعد هالمؤسسة عمرها 10 سنين، ما في أخذ الكريدت أبدا. في 10 سنين في فريق عمل تعب كتير، الله يعطيهم العافية، كل فرد منهم بجنن. في أشخاص بعدهم معنا وأشخاص تركوا كمان اشتغلوا كتير. يعني اليوم أنا واجبي أني كفي اللي بلشوا فيه، واجبي أنه نرجع ننزل على الأرض بقطاع التنمية الاجتماعية، نشتغل مع العالم، نشتغل على التشخيص. المشروع المستقبلي اللي كتير أساسي واللي دايما بنحكي أنه ضروري إشراك كمان الدولة بلش اليوم تفكر تتحمل مسؤوليتها بمكان ما. رح خبرك عن هذا المشروع لأنه مستقبلي. أصلنا طرابلس لثمان مناطق، بكل منطقة أخذنا 30,000 نسمة. رح نشتغل نحن على التشخيص، ولكن حكينا مع وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة قلتها الثقافة الشؤون الاجتماعية والتربية والعمل. أوكي. نحن رح نجيب لهم، رح نقول لهم ها 30,000 نسمة اللي هن نموذج عن طرابلس، هيدي مشاكلهم يا جماعة، انتدبوا لنا شخص من الوزارة وكل الوزراء كانوا متعاونين وتعوا نبلش نشتغل سوا حتى لو كمجتمع مدني. نشتغل كيف؟ نشتغل في يعني اليوم في حلول رح تنحط لهالمشاكل. اليوم العبء الاقتصادي هو أكتر مشكل طبعا،
بما انه معروف هيدا الشيء شو ممكن يعملوا؟ كيف بدك انت اليوم بدك تاهلي هالعالم تيروحوا يقدروا يشتغلوا؟ نحن عم نشتغل على تاهيل الافراد، اليوم عم نفوت على اذا بدك عند النساء على بيوتهم، اليوم كمان المراه صار عندها دور ببيتها، كيف بدها اذا بدك تحسن الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي. لهيدا السبب عم بيخضعوا لدورات تدريبيه مكثفه بطرابلس وبهالمناطق بالذات، عندك حوالي 200 امراه بالسنه عم بيصيروا منتجات وعم بيدربوا نساء تانيين، وهول النساء عم بيرجعوا يدربوا غيرهم، في نساء لقوا شغل، في نساء اذا بدك اخذوا يمكن في بحب اذكر مثلا مشغل طاره وخيط، صاروا ياخذوا مشاريع بيجوا بينفذوهم عنا وبيبيعوا، يعني عم بتأمني قد ما بتقدري، نحن بمطرح ما موجودين عم نجرب نساعد هالاشخاص، يعني كمان قد ما بنقدر. بس اكاديميه المراه انا ما فينا نعمل دوله، ما فينا نعمل دوله لبنانيه. لا اكيد عم تحكي عن أكاديمية المرأة. عم بحكي عن أكاديمية المرأة وشبابنا والشرطة. بتعرفي أكاديمية المرأة بدي أذكر لك شغلة بولا كتير، وبدي أوجه لهم تحية للسيدات. أكاديمية المرأة مؤلفة من لجنتين للنساء، هول النساء هن عايشين بالمنطقة طرابلس القديمة وهن بيقولوا لنا شو بدهم وبيقولوا لنا عن حاجاتهم، وهن بينقلوا تجاربهم للسيدات للسيدات الموجودين بالمناطق الأخرى. كانت تجربة كتير ناجحة، ولما بتسمعي عن جد بتقولي بعد الدنيا بألف خير، بالرغم من الفقر بالرغم من العوز متحمسين بدهم يشتغلوا بدهم يساعدوا، يعني عندهم طيبة وعندهم نخوة ما بتلاقيها بأماكن كتيرة. في مرأة لبنانية دايما بنحكي إنها بحاجة لتمكين، عم بتقولي إنه عم بينشغل على الامباورمنت لهيدي المرأة، وفي مرأة كمان معنفة، في مرأة عندها مشاكل كتير كبيرة كمان، هيدا الجانب موجود. هذا الجانب ما بنتعاطى معه، ما بنتعاطى معه بالمؤسسة. بس مش حرام ضروري. مش حرام ما يتم التعاطي معه كمان هيدا. عم نحكي من ناحيه التوعيه، من ناحيه تعرف حقوقها. اليوم المره لما عم تشتغلي، شعار المؤسسه ثروتنا عقلنا، شعار المؤسسه السقفيه الثقافه تنيل العقول. انت لما بتسقفي المره اليوم، لما بتفرجيها وين عندها اذا بدك فرص ثانيه، وين قادره تقشع ابعد من محيطها، اليوم هي لوحدها بتبلش تتفتح. هلا بخصوص القوانين في كتير جمعيات وفي كتير اذا بدك ان جي اوز عم بيشتغلوا على العنف ضد المراه، يعني ما فينا كمان كلنا نعمل نفس الشيء، يعني نحن اكثر عم نشتغل على بناء الفرد وكتير بنركز على العقل. اذا بتفكري بولا اليوم كل شيء عم بصير بالعالم العربي، كل شيء عم بصير بالعالم هو لانه هالاشخاص انضربوا، انضرب عقلهم، لعب بعقلهم. يعني لما بتخسري اليوم اذا بدك القدره انك تميزي الصح من الغلط، لما بتصيري متقوقعه، لما ما بتعودي منفتحه على الاخر، عندك مشكل كتير كبير. منشوف ساعتها المشاهد اللي عم نشوفها واللي ما بتشبه طرابلس ابدا. طيب شو قصه الشرطه البيئيه؟ يعني بنعرف نحن انه ما في شرطه بيئيه بلبنان، بس في شرطه بيئيه عندنا. نحن عملنا شرطه بيئيه. الشرطه البيئيه كانت فكره اجوا شباب وصبايا بين 8 و10 سنين. اذا بدك هو كتير ضروري الولد يتعلم شو يعني بيئة، كيف أنا بحافظ على البيئة وشو أهميتها. نحن علمناهم لقلهم، عملين لهم دورات تدريبية وصاروا هن عم بيدربوا أهلهم وصاروا هن إذا بدك يروحوا على المدارس ويدربوا. هلأ صاروا شباب وصبايا بجننوا، وإن شاء الله هذا المشروع كمان رح يستمر. يعني عم بفهم أنه أكتر شيء يعني مركز الصفدي عم بيعنى بالتدريب وبتأهيل الناس. بتأهيل عم نحكي الناس. مرأة عم نحكي أولاد، عم نحكي مرأة عم نحكي أولاد، وعم نحكي لغة إنجليزية، هيدا كله ضمن المركز. وعم نحكي كمان ما بدي أنسى أبدا بعكار الشغل اللي عم بصير مع المزارعين. آخر مشروع صار كمان هيدا لأنه بده يتم افتتاحه هلأ بـ9 ديسمبر، هو كان مشروع أخذنا 85 مرأة من منطقة عكار عندهم أرض، كل الأراضي الصالحة للزراعة قدمنا لهم الشتل وشتل الزعتر وقدمنا لهم الري، وبعتنا 6 نساء على إسبانيا تدربوا، وصاروا اليوم هالسيدات عم بيزرعوا وعم بيبيعوا وكتير تحسن وضعه. انت بتعرف الزعتر والزوبع منه شيء اذا بدك رخيص، قدر يساعدهم كتير. وهن زيتهم هالسيدات اذا بدك هلا كمان صار في مكنه جديده لتجفيف الخضار والفاكهه والورقيات رح نفتتحه ب9 ديسمبر، هو تنساعد المزارع يحافظ على منتجاته الزراعيه لفتره اطول عبر تجفيفها، اكيد بطريقه اسرع بكتير وما بتتعرض للعوامل الطبيعيه للغبره وللحشرات وغيرها. هيدي بعكار، يعني هيدي بعكار. نحن المركز هو بيشتغل اذا بدك من الساحل للجرد بعكار والضنيه.
أكثر شيء كمركز زراعي. التركيز على الزراعة. كقطاع تنمية عم نشتغل كثير بطرابلس القديمة، في المؤسسة السقفية. هلا بيقولوا لي أنت نائب رئيس مؤسسة سقفية عم تحكي عن غير صفدي، بس أنا بعتبر صفدي واحد. شبابنا ضمن المؤسسة، مزبوط. ضمن المؤسسة، هو كل شيء حكينا فيه ضمن مؤسسة الصفدي. اللي تأسست سنة 2001. شبابنا كيف بتساعد الشباب؟ 2001 عم بتقول تأسست. عم نحكي 2001، 2005 انتقلوا للمركز الثقافي بطرابلس. شبابنا شو كيف بتساعد شبابنا الشباب؟ هو مركز للشباب. لخبرك قبل ما أقول لك شو عملنا، رح خبرك أول مرة رحت على طرابلس قلنا لهم في شخص جاي من بيروت يزوركم. طلعت عند السيدات اللي خبرتك عنهم عند اللجنة وطلعت عند الشباب. بتعرفي بتستحي من حالك لما بتسمعيهم كيف هن، يعني الوعي اللي هن عندهم اياه. انت احنا متخيل انه ايه شاب ضايع وشاب كيف، وكيف هن عم بيشتغلوا على بعضهم بطرابلس. طلع فيه قال لي واحد من الشباب، قلت له شو عم تعمل انت هون؟ بس خبرني شو بتعمله، انا جديده بس اذا بتعرفني على المركز. قال لي انا هون عم بروح عم باخذ كل قرايبي وكل جيراني. بتعرفي انا ما بيهين علي العالم يقولوا عنا انه نحن بنحارب، أنا ما بيهين علي إنه العالم يقولوا عنا نحن شباب ما بنسوى، وأنا ما بيهين علي إنه يقولوا نحن شباب بناخذ مخدرات، نحن بنجمع بعضنا هون تنشوف شو بدنا نعمل مع الشباب التانيين. عن جد بيكبر قلبك فيهم وبوجه لهم تحية كتير كبيرة. الصور اللي كنت عم تمرق شفت كأن جرافيتي، في مزبوط؟ ما شفتها. أو بالمسرح؟ فكرت كمان في عناية بهيدا هالجانب، جانب الجمالي بطرابلس، يعني طرابلس مدينة كبيرة. انت عم تحكي عن، خليني خبرك، هذا صار بإيبيرو أمريكا. هو كان في مشروع هذا بإيبيرو أمريكا. أوكي. كان فستيفال كتير حلو، مهرجان، وقتها جبنا مهرجان كتير كبير. جبتوا مهرجان على طرابلس؟ على طرابلس. شو هو مهرجان؟ شو بماي كل الدول من امريكا اللاتينيه. كان عندنا حوالي بفتكر 15، ماني كتير دقيقه بليز بهول الارقام اللي عم بعطيها. كل الدول اجوا وعملوا نشاطات بطرابلس بهالفستيفال الكبير. بس اللي بدي اقول لك اياه لما حكيتيني عن هذا الموضوع، نحن إذا بدك أهلنا دراج. بتعرفي طرابلس القديمة موصولة بدراج، أهلنا ثلاث دراج بدي أذكر أسميهم لأنه أسامي المناطق. وصلنا إذا بدك المناطق ببعضهم، وأهل المنطقة هن اللي عمروا الدراج وهن اللي اشتغلوا، يعني إحنا أكيد ساعدناهم. في درج بظهر المغر والمناطق كتير، درج عقبة النملة ودرج عقبة مخلوف. أنا طلعت على ظهر المغر بعد ما زرت الأدراج التانيين. كمان كان مشروع كتير حلو، وصل المناطق ببعضها وخلى إذا بدك، يعني هو كتير قريب راب من التبانة وجبل محسين، خلى العالم كتير تتعاطى مع بعضها وتتفاعل مع بعضها. كمان بروجكت كتير عبر الدرج حلو. اللي الدرج. هو تواصل هو هي أكيد طريقة للتواصل. فيوليت أنا بيبقى أشكرك، ما بعرف إذا في عندك شيء بتحب تضيفيه، في نشاطات بعد بتحب تحكي عنها. نحن على كل حال رح نواكبك مثل ما الأسبوع المقبل واكبناكم بتكريم صبوحة وشغلة حلوة كانت طرابلس تكرم صباح. صباح عيشت على كل حال بطرابلس. بدك تخبرينا شيء عن التكريم كيف كان؟ التكريم كان رائع صباح، يعني أقل شيء كان فينا نعمل إياه بالذكرى الأولى إنه نكرمها. وكان ضروري كثير نحتفل بالاستقلال، يعني وين ما نروح قولي لهم ننعاد عليكم بيقولوا لك ليش ونوي الاستقلال. اذا كلنا قلنا ونوي الاستقلال ما بفتكر بقى من حدا منا بضل عنده امل، ويعني بالنتيجه بدنا نخلق الامل. نحن الشعب اللبناني تعودنا انه ما بعرف نضلنا نتامل انه بكره رح يكون افضل. باحتفلنا بصباح تغني الاستقلال باجمل اغاني لها. كان في من عائلتها، كان في كثير شخصيات حضروا، كان في الفنان وليد توفيق ورولا سعد، برجع بشكرهم عن جديد. الشيء الوحيد اللي بدي اقوله انه مركز الصفدي الثقافي هو مركز اذا بدك الهم الوحيد الموجود عندنا اليوم انه نعكس من خلاله صوره طرابلس الحقيقيه. وعن جد بدي اطلب من كل الاشخاص انه يزورونا ويحضروا النشاطات اللي عم نقوم فيها، تا اذا بدك نبلش نرجع نبني طرابلس اللي نحن بنحلم فيها لاولادنا بعدين. كل هالنشاطات والانشطه رح تنصرف بالسياسه بطريقه من الطرق؟ بما انك ذكرتي الموضوع، في شغلتين ممنوع ينعملوا بمؤسسه الصفدي. المساعدات السياسية بتصير بمكتب مستقل. ممنوع نحكي بشغلتين، سياسة ودين.
لما حيلا حدا او حيلا نشاط حتى بعد زهقوا عليه هلا بتسلم لانه هول اكثر موضوعين بحبون لبنانيين بنتسلم نحكي سياسه بالبيت بس حيلا نشاط حتى ديني بالمعنى اكيد هلا عيد الميلاد في عيد مولد النبوي اكيد في نشاطات بس كل النشاطات اللي بيحكوا فيها سياسه او بيحكوا فيها دين حتى ما بيخدها بالمركز تم تيبقى هيدا المركز للجميع يعني كمان ما فينا نسيس كل شيء حرام صحيح صار كل شيء مسيس بس انا كنت عم بحكي انه ستصرف بالانتخابات النيابيه المقبله رح يكون مرشح الوزير الصفدي الوزير شو مشاريعه الوزير لليوم مرشح اكيد لكن استضفناه بس عم نسال لكن ايه لا هو اكيد مرشح هلا شو بيصير بعدين بتعرفي يعني بعد ما وصلنا لمرحله حتى نفكر بالانتخابات بس لليوم هو اكيد مرشح بطرابلس وجودك الى جنبه بتعتقدي رح يكون دافع له اضافه عند الناس ولا بتحسي من اي نواحي من كل النواحي بالعمل اللي عم بتقدميه بكل شيء ان شاء الله بالعمل يعني بالنتيجه بحماسك اللي مبلشي فيه الكبير بتعرفي هذا الحماس عم نعمله للناس يعني بالنتيجه محمد صفدي عم تحكي بكل انتخابات هو بيكون يا اول يا ثاني عم تحكي عن 66 او حوالي 67 الف صوت بال 2009 عن رجل كثير محبوب بمدينته يعني مش ناطرني اذا بدك بين براكتس للعالم تحبه يمكن العالم يحبوني على حشته اذا في اقول يعني رجل كثير محبوب رجل كثير عم بيشتغل وبيستاهل كل خير هلا شهادتي مجروحه فيه يعني مش انا بدي اجي احكي عنه أكيد. بس ان شاء الله بكره لما بتستضيفيه بخبرك هو عن مشاريعه اكيد ما في شك بدي اشكرك فيوليت شكرا لك جديده خير الله صفدي انبسطنا فيك انا انبسطت فيك ومبروك مجددا لك شكرا وان شاء الله بنشوفك بطرابلس كمان ان شاء الله بدنا نشوفك عنا بطرابلس اكيد من كل بد شكرا مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه بشكر ضيفي ايضا باول الحلقه اللي كنا معه مباشره من منزله رئيس مجلس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انا بشوفكم الاسبوع المقبل الى اللقاء